الإنسانية والوطنية والقومية التنميرية، استطاع أن يعرض الثقافة الرومانية بعدا جماليا ومعرفيا وإنسانيا أفخر به جميعا، وهو في ذلك يتكئ على كل الموروث الدقيق للثقافة الفلسطينية والإنسانية مستلهما الأجمل والأنقى فيها. لذلك فإن هذا اليوم هو يوم ثقافي وطني بامتياز احتفى فيه على مدار أيام متعددة بالأدب وبالفروع وبالسينما والأشكال الأخرى من الإبداع والتراث الوطني الأصيل الذي يؤكد هويتنا الوطنية الإنسانية بعيدا عن سياسة الانقسام والتشظي التي تعاني منها منطقتنا في هذه الظروف الصعبة. وإننا إذ ننتهز هذه الفرصة في هذا اليوم لنؤكد كمشتغلين في حقل الصورة على أهميتها ودورها العالي في بلورة جيل له القدرة على الإمساك بكل أنواع الثقافة ومن دونها، وأحد أهم روافدها أو روافد هذه الثقافة هي الصورة والسينما بكل مصنفاتها لما تتمتع به من القدرة العالية على الإيصال والتأثير. نعم، يوم الثقافة الوطنية الفلسطينية هو اعتراف حقيقي من الشعب الفلسطيني بدور كل هؤلاء من مفكرين وشعراء وكتاب وموسيقيين وفنانين ومخرجين ومترجمين، جميعهم له الوفاء والاحترام والتقدير لإنتاجهم المتنوع المليء بالإبداع والأفكار التقدمية، مثقفا بغض النظر عن حجمه وموقعه السياسي الوطني وخلفياته المعرفية الثقافية الفكرية. ولا يضيف أحد شيئا حين يؤكد أن الثقافة الوطنية ومبدعيها على مر الأجيال حملت وحملوا جميعا راية الدفاع عن الهوية والشخصية الوطنية، وحموها بسياج إبداعاتهم وأغنوها يوما تلو الآخر بعطاءاتهم وإنتاجاتهم، كما كانت الثقافة الوطنية ورواده على مر التاريخ المعاصر ومنذ ما قبل النكبة وأثناءها وما تلاها الحزن الحصين للشعب والأرض والقضية والهوية الوطنية، لأن المشروع الكولونيالي الصهيوني ما زال يسعى لتبديد وتصفية القضية الفلسطينية وإلغاء الحقوق السياسية للشعب العربي الفلسطيني بهدف إسقاطه من الخارطة السياسية والجغرافية في المنطقة.